ايه في ايه؟ ايه الدوشة اللي انت عاملها دي؟ يا جدو انت صاحي؟ انا كنت فاكرك نايم. كمان؟ يعني لو كنت نايم كنت هتعمل الدوشة دي برضه؟ انت امك مسلطاك عليها يا ابني. اعمل ايه يا هيلو بقى؟ ما انا بجرب السماعات الجديدة عشان لسه مستلفهم من واحد صاحبي. يلا لم الحاجات دي، انا داخل انا. يلا. ماشي. الورق ده انت جبته منين؟ من الكتاب ده. شخصية مصر؟ اه. هي شخصية مصر بقت تتبعتر دلوقتي تحت السماعات؟ ما انا قلت بقى ايه؟ اعزل السماعات عن الارض عشان الجيران ما يطلعوش يعملوا لنا بوليكا زي كل مرة. بوليكا؟ بوليكا؟ اه. وفين بقية الكتاب؟ لا ما كل سماعة خدت اللي فيه النصيب بقى. شخصية مصر دلوقتي بتتفرش تحت السماعات. يعني اقطع الكتاب ولا اسيب السماعات تعمل لنا هزة أرضية؟ وبعدين مش أنت قريت الكتاب؟ يعني إيه ده؟ هما علموك كده؟ إن الكتاب لما يتقري يبقى قدم؟ يلا. جمع لي الكتاب ده زي ما كان. ماشي. فاهم؟ حاضر حاضر يا هيلو. يلا. حاضر والله العظيم هرجع لك كل حاجة زي ما كانت دلوقتي، حاضر. أنا كده اطمنت على مستقبل البلد، كان كوخيده.